قضت المحكمة الصغرى الجنائية بالبحرين بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد جميل كاظم لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار عن تهمة تتعلق بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة المال السياسي التي كتبها في حسابه على تويتر. ومن جانبه اعتبر كاظم أن ما يجري للوفاق هو عبارة عن دفع ضريبة ثمن مقاطعتها الانتخابات النيابية والبلدية للعام الماضي، وأكد أن جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة ككل ضد العنف. واعتبر كاظم أن التهم الموجهة سياسية كيدية يعوزها الدليل، موضحا أن الحكم مخالفة صريحة لما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه لا محاسبة لمن تحدث عن المال السياسي.